الحمد لله وحده، مرحبا بكم وهنيئا لكم. أبشركم فإن لله في هذه الليالي كل ليلة عتقاء من النار. الله أكبر. إن هناك قوائم مع غروب الشمس ولربما مع طلوعها ترفع إلى الملك جل وعلا بعتق أناس من النار، أي لربما كانوا قبل العتق من أهلها، أي أن إنساناً يصبح في رمضان ولربما لم يكن من أهل الجنان، فيعتق المنان جل وعلا رقبته من النار لما رأى توبته وأوبته، ولما رأى دمعته، ولما رأى مناجاته، وقف مع القائمين بين يديه في قيام الليل، واصطف مع الأجراء في صلاة التراويح بين يدي الملك. يا ربي يا رب، فلربما نزلت عليه رحمة. اسألوا الله العتق من النار، واجتهدوا في كل ليلة كأنها الليلة الأخيرة لكم، فما تدري يا مؤمن، فلربما تكون من المعتقين في أول ليلة أو في آخر ليلة. وأبشركم، يعتق الملك الكريم سبحانه في آخر ليلة من النار ما لم يعتقه في الشهر كله، فاطمئنوا فإنه الكريم.